لكل يلي بيسألوني شو دخلك يا أماني بالمسلسلات أو صايرة ناقدة فنية عن جديد، بجاوبكن صحيح، جواب صحيح. ولحتى تتأكدوا رح أقدم لكم اليوم الوصفة السحرية لصنع مسلسل رمضاني ناجح في أقل من 30 ثانية. عدوا معي، أعطوني سكريبت. شخصية مشحرة والقط بياكل عشاها، تحب واحد فقير بينظلم وبيدخل على السجن، بيطلع من السجن بيروح على الكازينو بيلاقي حبيبته المعطرة رقاصة، بيفور دمه وبيشبطها كف، بتتوب وبتستغفر، بيسامحها وبيتجوزوا وبيعيشوا بتبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات. ليك بتجيبولي وحدة محجبة بتسمكولي حواجبها، وإذا بتقفلوهم بيكون أحسن، بتشحبروا لي اياها شحبره وبتطلعوا لي اياها معطره ومبهدله، اوكي؟ ومظلومه، بدي شوف القهر، بدي شوف لمحه حزن بعيونها، وهذا اسم المسلسل. عزعل على الانتاج والف صحه، وهيك طبخه المسلسل صارت جاهزه. هيدي الشخصيات وهيدي الحبكة منلاقي منها كتير بمسلسلات رمضان كل سنة، شخصيات بتفكروها عادية بس هي بالحقيقة لها تأثير كبير على المشاهدين، لأنها بتحط جزء كبير من المجتمع بصور نمطية سهل التفاعل معها من الجمهور. بس ليش الأعلام وشركات الإنتاج بتلجأ لهيدا الأسلوب وشو خطورته؟ سردي طويلة ودسمة رح نحكيها بالتفصيل عن الصور النمطية للشخصيات بالدراما العربية بحكي منصات، معي أنا أماني شحا. شوفوا يا جماعة، كتابة المسلسلات شغلة مش سهلة، المشاهدين مشدودين مع الأحداث والشخصيات وخاصة على 30 حلقة مثل يلي عم بيصير برمضان. منشان هيك صناع دراما بيعملوا الشخصيات النمطية يلي العالم تعودوا يشوفوها وحتى تعلقوا فيها، خاصة فتوة أبو العضلات، ويا سلام إذا كان بقالب عنيف. أما عن سبب هيدا التعلق، إنه كتير من المشاهدين مدمنين أدرينالين، وهيدي القصص بتعطيهم أدرينالين آمن، يعني هيك قالوا بدراسة نشرتها جامعة ترينتي بدبلن الإيرلندية. الدراسة كمان قالت إنه في أشخاص تانيين بيحبوا يشوفوا المشاهد العنيفة حتى يخلصوا حالهم من الغضب يلي جواتهم، يعني بيعطيهم شعور بالراحة مثل غرفة التكسير. يعني مثل هيدي الشخصيات بتبيع، العالم بيشوفوها وشركات الإنتاج بيحبوها. بس وين المشكلة؟ إنه هيدي الشخصيات صارت بتقدم صورة بتعزز كتير من الأفكار السلبية عن مجموعة من الناس، مثلاً المرأة بالدراما العربية أو ضعيفة والقط بياكل عشيها، أو شريرة وبتعتمد على الإغراء والجنس لتوصل يلي بدها إياه. أكيد مش كل النساء، بس عم بحكي عن كتير من حالات. هات أعطيكم مثال، مسلسل عأمل مثلاً عمل ضجة على السوشيال ميديا واتهموه بتحجيم دور الست المحجبة لأنه عرض قصص مجتمع كامل من النساء المحجبات، لما أظهرن مقهورات ومظلومات وخاضعة. أخيراً عملوا مسلسل عأمل وطلعوا العين الملتزمة والمنطقة المحافظة والبنت المحجبة للإعلام. طبعاً البنت المحجبة بتاكل قتل، بتنضرب، بتقبل إنه يتزوج جوزها 2 و3 و4 وبتتخانق عند أي وحدة بينام الليلة. الرجال الملتزم المحافظ بيضرب مرته، بيعورها، عندهم قضايا شرف، همجيين، وحشيين، متخلفين، رجعيين. ليه اليوم على الإعلام ما بتطلع قدوة محجبة؟ ليه ما بيحكوا عن إنجازات الصبايا المحجبات؟ بس في عالم دافعوا عن المسلسل وحسوه انه قدم صوره واقعيه عن تعنيف النساء بلبنان، وفي تغريدات حكيت عن مشهد ريا ورفيقتها المحجبه، وحده منهم رح تسافر وتكمل دراستها والثانيه اهلها مانعينها، والعالم حسوا انه هيدي هي فكره المسلسل، انه العادات هي يلي بتحكم. على فكره الوضع ما كان احسن بمسلسل اولاد بديعه، كان في شخصيات نسائيه اغلبها معموله على القالب، مثل شخصيه مروه المحجبه والمعطره ويلي دفعتها الظروف لتصير رقاصه وبتطوب بعدين. هيدا الجدل مش جديد، السنة الماضية مثلاً مسلسل تحت الوصاية قلب الدنيا حتى قبل ما يبدأ عرضه. ليه أقولكن؟ السبب كان بوستر المسلسل يلي طلعت فيه منى زكي بحواجب سميكة وإرهاق ظاهر على وجهها، كتار وقت اعتبروا الموضوع تشويه لصورة المحجبة أو تنميطها إنه هي المرأة الغلبانة والتعبانة والمتشائمة. وهيدا أكتر شي بيميز أدوار النساء بالدراما المصرية حسب دراسة أجرتها باحثة بجامعة عين شمس عام 2009. الدراسة حللت صورة المحجبة بأكثر من 20 مسلسل مصري وقالت أن الصورة العامة إيجابية، بس سمة التشاؤم كانت طاغية على الشخصيات بنسبة 60%. دي مش أول مرة الريبرزنتيشن بتاعت المحجبات في مسلسلات أفلام مصرية
زد تكون غريبة. لازم لما يكون في واحدة محجبة يكون في حاجة غلط في شكلها. المخرجين والمنتجين مش بيشوفوا محجبات في الشارع عادي. هيدا رغم انه المسلسل كان له صدى كتير ايجابي وتسبب فعلا بتغيير قانون الولاية على اموال القصر بمصر السنة الماضية، بس ما قدر يغير ثيمة المرأة المظلومة المعطرة بالدراما وتلميحات انه الحجاب اداة قصرية بكتير من الحالات، مثل كاريس بشار بمسلسل النار بالنار يلي خلعت الحجاب بمشهد تبرأ منه كاتب العمل رامي كوسا، وكمان مسلسل ربع قيراط يلي عملت فيه ريهام عبد الغفور دور المحجبة وقالت انها عم بتجسد سيدات مصر الغلابة. وهون هي المصيبة، من ايمتى صار دور المحجبة او معطرة او ارهابية؟ وفي وقت انتشر ترند مسلسلات الإرهاب وتطرف الديني مثل مسلسل ما ملكت أيمانكم وبطلوع الروح، بس أكثر صورة نمطية منتشرة تقريباً عن النساء بالدراما هي المرأة الضعيفة يلي لا تم يأكل ما إلا تم يحكي. أمرك ابن عمي؟ أغلب أعمال البيئة الشامية حددت دور الحرمة إنها ضعيفة ومسخرة حياتها لرغبات ولادها وزوجها، وعينها قدامه لازم تكون مكسورة وتاكل البهدلة وحتى القتلة هي وساكتة، وإذا استرجت وعلت صوتها. أكيد كلنا منتذكر شو صار بأم عصام بعد ما قالت له لأبو عصام فشرت. هيدي الأدوار يا جماعة بتهلل للعنف والرجعية، والمصيبة إنه عندها انتشار كبير بكل المجتمعات، يعني ممكن تؤدي لانتهاكات كبيرة بحقهم لأنه العالم صار عندهم تطبيع مع الضرب والتعنيف. وهيدا الحكي بحسب الأمم المتحدة يلي حكت عن تأثير الصور النمطية بالإعلام على النساء سواء ببيتها أو بمكان العمل. بس الحق يقال في شخصيات عم تكسر النمطية يلي وضعوا النساء فيهم، ومع هيك العالم انتقدوا وقالوا أنه صار في بطولات نسائية زيادة وكأنه قلبنا على نتفليكس، يعني انه حيرتونا، بنعمل مسلسل بقوالب جاهزه بتنتقدوا، بنعمل شخصيات عين الله عليها كمان ما بنخلص، شو بدكم؟ خبرونا. على فكره الشخصيات النمطيه مش بس مقتصره على المراه، لا، لها كتير انواع واشكال، مش بس يلي حكينا عنهم. في عنا شخصيه الرجال البطل ابو العضلات يلي ما بشوف حدا قدامه وقت يعصب. ممثلين شباب بيعملوا دور الفتوة مع عقدة البطل المنقذ، وطبعاً هالشي بيكون بحارات شعبية وغالباً بيكون عنده تكرار ولزمات لغوية حتى تنتشر بالواقع وكمان على السوشيال ميديا. بعطيكم أمثلة، مسلسل جعفر العمدة ومسلسلات أحمد العوضي، وحتى بهيدا الموسم الرمضاني ما انحرمنا منهم، كان عنا مسلسل العتولة والعربجة وغيرهم. هيدي الحالة وصفتها بعض التقارير الإعلامية بالفحول الدرامية. خطورة هيدي الشخصيات انها بتنتشر وبيصير عندها شعبية كتير كبيرة، وبالتالي تأثير ضخم لدرجة في عالم بينسوا انه هيدي الشخصية تلفزيونية وبيعتبروا هيدا الشخص مثال اعلى وبيمثل زعامة حقيقية. واكبر مثال اللافتات يلي تعلقت بمحافظة المنوفية المصرية لتبارك خروج جعفر العمدة من السجن، الشخصية اللي اداها الممثل المصري محمد رمضان الموسم الماضي. بدكن تقولوا لي يا أماني حاج انتقاد زايد عن حده، يعني مش عشان كم ست مقهورة وكم رجال فارد عضلات واستلمتينا. بحب أحكي لكم إنه لا، كمان في صور نمطية ظهرت بالمسلسلات الرمضانية عن أصحاب مهن محددة. مسلسل أولاد يزا المغربي مثلا عمل جدل كبير والعالم اتهموه إنه عم بيشوه صورة المعلمين ويرسخ صور نمطية عنهم لدرجة صار في شكاوى رسمية ومطالبات بوقف عرضه بعد ما طلع المعلم بالمسلسل بشكل ساذج ووصفوه بإنه لاصق بالدولة. دي آراء آراء آراء. ما يدير نقابات تعليمية وكذلك النواب يطالبوا بتوقيف المسلسل لأنه كي يعطي واحد الصورة سيئة جدا على رجال التعليم وكيسيء لهم بدل ما يرفع منهم، وهذا الشيء هذا فعلا يعني تلاحظوا مجموعة نتاع الأمور على كيقوم بها هذا الشخصية ديال المعلم اللي لا صلة لها بالتعليم. نشوف أنها استهزاء بواحد الهيئة تعليمية مهمة فيها رجال ونساء ربوا أجيال وإحنا منهم. أكثر الصور النمطية شهرة يلي منشوفها على الشاشة هي يلي مرتبطة بتمثيل الشخصيات من خلفيات عرقية متنوعة. بمسلسل تاج في مشهد تنكر فيه تيم حسن ورفقاته بهاي الطريقة. أين تيم حسن؟ أنا لا أراه. الموضوع انتقدوا البعض بسبب تغيير لون بشرتهم ويلي بتنفهم إنه بلاك فيس، بس يلي شفع على صناع المسلسل إنه ما كان في تعليقات سلبية أو عنصرية عن الشخصيات يلي تنكروا على أساسها. بس الموضوع ما كان هيك بأعمال درامية سابقة،
أعمال عملت ضجة بسبب البلاك فيس والعنصرية، مثل شقلباز وبلوك غشمرة وغيرهم كتير، أو شخصية البواب بالدراما المصرية يلي معظم الوقت بيكون أسود البشرة واسمه عثمانة. البلاك فيس ممارسة عنصرية طلعت من أمريكا بالقرن 19، ووقتها كان الممثلين البيض بلونوا وجههم بالأسود للسخرية منهم وخلق صورة نمطية إنهم كسلانين وجاهلين، ومنها انتقلت لكل العالم ولعالمنا العربي للأسف. بس الصادم إنه موجودة لهلأ بعالمنا العربي والتبرير جاهز. ما أنتو كمان ليش تكدين هالقاد؟ إنه كلها مسحة. إيه لأ حبيبي، هيدي المسحة يلي عم تحكوا عنها أثبت الدراسات إنه بتزيد الممارسات العنصرية ضد الأشخاص من البشرة الملونة. وصحيح إنه الغرب يلي صنع هيدي الممارسات تنكر لإلها وصار يعمل تقارير يقول إنه واو ليكوا العرب شو عنصريين، بس بعدنا منشوف عندهم ممارسات وصور عنصرية تانية، ومنها كيف بيصوروا العرب مثلاً. فكرتوا حالكم زمطتوا يا غرب؟ إيه لا، لازم تربطونا بالإرهاب والشر والتطرف والرجعية. بس كيف ممكن الرد على كل هيدي الممارسات والقوالب الجاهزة والصور النمطية أو العنصرية؟ داويها بالتي كانت هي الداو. نقاد فنيين بيقولوا إنه صناعة دراما بديلة فيها شخصيات بعيدة عن النمطية هي السبب لكسر هيدي الحلقة وليخلوا العالم يوقفوا تطبيع معها. بيجوا عالم بيقولوا لكم إيه لا ما تحملوها أكبر من حجمها، هاي مسلسلات ترفيهية وما شغلتها تحمل رسائل أو تنقذ البشرية. لا اسمحوا لي، انتشار المسلسلات وتأثيرها على المشاهدين بيخلينا نفكر 100 مرة بالشخصية منشان ما نوقع بالعنصرية والعنف. إذا في شخصية بمسلسل بتتبعوا وحسيتوا فيها تنميط وأنا ما ذكرتها بهيدي الحلقة خبروني عنها بالتعليقات.